السلام عليكم، يلا تمسيهم بالخير. جاءوا الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أي الناس أفضل، يعني من هو أفضل الناس؟ اسمع، قال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غلا ولا حسد. الله أكبر، ويرزقنا وإياكم قلوب سليمة. ونحن الآن في شهر شعبان الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغفل الناس عنه لعظم أجره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان بفضل هذا. الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر يطلع على الناس فيغفر لكل إنسان إلا مشرك أو مشاحن، اللي بينه وبين إنسان مشاحنة أو عدل، ترفع أعماله، أعمال السنة كلها ترفع في هذا الشهر. لذلك أصلح ما بينك وبين الناس لعل الله أن يغفر لك ويرفع هذه الأعمال. سبني، ظلمني، أخذ مالي، كل هذا انساه واحتسبها عند الله عز وجل، يكن أو خيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا الشهر ترفع فيه أعمال السنة كلها. أحب إليك يا غالي أن يرفع عملك وأنت صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم هذا الشهر. الله يوفقنا وإياكم.